سوا. السلام على البال الكناسة، الكناسة الغربية راحنا معينين، السلام على البال العيالات. يا رسول الله إلى المهرجان بادرة حسنة قام بها قاموا بها المسؤولين ديال 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 الجماعة. بالمناسبة حنايا سمعنا عليها في المدينة، قالوا لنا راها كاينة هاد العشية هنايا، وجينا نساهموا معاهم. مبادرة مزيانة تجيب حضور، تجيب لي توريست وتجيب الناس يشوفوا هاد البلاد. وبادرة حسنة، كنظن أنهم هذه تجربة أولى، وبالخصوص هذه المرة الأولى، يعني جلبت كاين جماهير، كاين جماهير تبارك الله، كاين الصدور، وكنظن أنها غتكون أحسن أحسن المستقبل. أنت كواحد اللي كيشاهد هذا الشيء، واش راضي على هذا الشيء؟ من طبيعة الحال، من طبيعة الحال، باش نهزوا شوية من هذه المنطقة، وباش نعرفوا بها، وباش بطبيعة الحال. أنت ساكن في المنطقة هنا؟ انا من تازا، من المدينه تزا. من المدينه تازا، ولكن هذه المنطقه كنجيو لها مرارا، كنجيو نزورو منطقه خلابه فيها مناظر. وبهذه المناسبه كيقوموا بتعريفها للجميع، ولكن كمبادره اولى كنتمنى انها ما توقفش هنا، تستمر وتكون موسميه ان شاء الله. شكرا لك. هذه بادره طيبه كتقوم بها الجماعه الكنسة الغربيه، وانا بصفتي سكان مدينه تازا من المدينه، سمعت بهذا المهرجان وجيت لهنا باش شويه نقلوا الاجواء ديالها ونشوفوا، وخاصه الفروسيه. انا من الناس اللي كتعجبهم الفروسيه، وكنتمنى بان هذه بادره طيبه من الجامعه، وكنتمنى ان جميع الجامعات تقوم ببادره هكا، باش حتى الساكنه يكون واحد كما كنقولوا الانسان يفوق شي شويه، ويبدل لك الروتين ديما هكا كيحاول مع الجامعات. وكنشكروا جميع من ساهم عن بعيد ومن قريب ومن بعيد، واتمنى لهم التوفيق وشكرا. شكرا.